ليش هيك عملت يا بابا؟ والله يا بنتي الكلام اللي حكيه ابو صياح طلع مزبوط، بس انا ضد رايك بهالموضوع. انا بدي اضمن لك مستقبلك يا بنتي يا سلمى. يا بابا اذا كان رجال سيء ما بيهمه المتاخر مهما كانت قيمته، وبيقدر يعمل اساليب مع مرته يطفشها بيوم وليله وبعدين هي تدفع له فوق المتاخر حتى كمان تتخلص منه. والله يا بنتي لو كانت نيته سليمه كان بيوافق على المبلغ. على كل حال انا لنتاكد كلفت محامي صديقي يروح يكشف على سجل البنت لنشوف اذا كان صحيح مزوجها ومطلقة 4-5 مرات. بدك الدغري؟ انا قلبي قفز من هالزوازه. يعني هلا المعلم ابو صياح اقتنع انه الحديث كذبه؟ ايه اقتنعت. عاد لكان طالما هيك اقلبوا لنا الصفحه وخلينا نحكي بغير موضوع. ايه انا بدي خليك الحكايه تتندر فيها اهل الحاره كلها. فوت لشغلك انت. حاضر معلم. فوت لشغلك يلا. تعال هون لوين رايح؟ فايتين لشغلنا معلم. انت بتطلع لبرا لا بتورجيني وشك منوب؟ احكي لك كلمه لك حسني. انت خليت مجال لحدا يحكي؟ رو لا تورجيني وشك عم اقول لك. امرك معلم لح اداوم بالجواني. لبرا من هون طريقك. رجلك بكسرها اذا بتعتب لهون. رو من وشي. رايح معلم طول بالك، اسمع وجهه نظري. شو بدي اسمع؟ يعني بقصد يعني انت هلا الحقني اذا كنت رجال. هلا سيارتك يا سيدي. هذا عبده ما بينعطوش ابدا. لك عندك يا لا تقصي في بنوب. بعدين بدي اسالك اخي ابو فهمي، شو في اخبار عن ال عن الحاره؟ ايوه هو. يا سيدي اخر خبر تازه. ايوه تازه قبل شوي سمعته. ابو صياح اتفركزت جوازته. شو يا حكي؟ والله اسمعني يا سيدي، ما بتتصور قديش انا ممنون منك يا ابني. يا سيدي يا عمي انا عملت واجبي الحقيقه، وقد مو قلبي غليان على هالبنت قد ما لا سكره اجيت اطمن لاعرف شو صار. يا سيدي اطمن، انتهت المشكله وكل واحد راح بحل سبيله. شفت شلون؟ الحمد لله اللي ظهر سوء النيه. بس تأذين اعوذ بالله. والله ما بتروح لتشرب القهوه. ابو صياح شو لقيت كرسي؟ سلمى هي ابني من سيرتها دخيلك. غلطان يا ابو صياح، انا رحت كشفت على السجل هلا، كنت انا والمحامي. البنت حرام ظلمناها، لا مجوزه ولا مطلقه قبل هلا. اكيد انا بلشت شكشك بالموضوع والفار عم يلعب لعب بي يا ابو صياح. شو يعني؟ يعني انا من رايي نروح نعمل زياره لابوها فورا، هلا قبل ما يضيع الوقت ويستفحل الخلاف. هلا يلا. يا عيب الشوم يا شرفت. يا عيب الشوم منك، غلبت حالك. سلامتك من عيب يا ابني. ايه الله يرحم ابوك. تعيش يا عمي تعيش. بعدكم ساكنين يا ابني في نفس البيت اللي كان فيه المرحوم والدك؟ قصدك البيت يلي بحارة ال ايش؟ قول معي بالله قول معي. حارة الاغا يا ابني. لا 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 نقلنا منها زمان. وين ساكنين هلا؟ والله بالحمام. الحمام؟ بقصد بحارة الحمام. اهلا وسهلا. بهالقامة يا عمي الله يخليك، اخذنا من وقتك. يا مرحبا. عن اذنك دقيقة. يلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. مرحبا ابو سلمى. اهلين سهلين. مساء الخير عمي. اهلين. اسمح لنا من وقتك بشي 5 دقائق. اهلا وسهلا. تفضل ابو صياح. تفضل. لا والله شريف. تفضل. مرحبا. شو؟ اهلا وسهلا. هذا حضرتك؟ بقدمكم ابن صديقي المرحوم عبد الحفيظ افندي ابو الخال. رفيقه. الحفيظ يحفظك. ومنين طلع لك هالاب على اخر الزمان؟ يا سيدي هذا ابي مو لزام، هذا من امي الثانيه. ما قلت لي عبد الحفيظ افندي. في معرفه سابقه ليش؟ هي معرفه وبس. هلا توضحت الامور كلها. انا كان قلبي دليلي يا ابو صياح. اتع عمي ابو سلمى. ايدي بزنارك ابي الله يرحمه كان رفيقه. ايه تعال هو. الله لا يرحمك يا دجال يا دساس يا عونطجي. دجال
قوانطجي. ما هو سبب الخلاف لكان؟ هو أفندي. والله العظيم حيرتوني. عقلك وعقل أبو صياح كل ساعة شكل. قلت لي إنه حفلة العرس التغيت وهلأ جاي تقلي بدها تعمل حفلة عرس. يا حرمي المصون، أنت معك حق ونحن معنا حق. بإيش؟ وهالتبديل هاد ما كان بإرادتنا. صحيح بالأول اتفقنا نعمل حفلة العرس هون، بعدين أبو صياح اختلف مع بيت حما، هلأ رجعوا اتفقوا مع بعضهم، وأنا حلفت عليه للرجل أعمل الحرس عندي. يعني شو بتريدي؟ لكن يا حبيبي هذا بده استعداد قبل بوقت، بده قبل بوقت يا أبو حديد. نحن أخذين احتياطات. شو قلتي لي أبو إيه؟ أبو حديد. إذا أجانا صبي بدي سميه حديد. أعوذ بالله. ليش؟ قومي سبعي تمك. ليش؟ أنا من غير ذرية ما لقيت راني أتخلص منك. بالله. وبعدين ما شاء الله صخر وحديد. بكره بنستورد أولادنا عن طريق سيميكس. شو حلو، لكن على الحالة ما رح يجينا أولاد أبدا. أحسن. تعرف يا حسني أفندي، فرح أبو صياح ذكرني بليلة فرحنا. تنذكر وما تنعاد. المهم هلأ ما بدها كسلني منوب، قومي اشتغلي، بدها تعب اليوم المساء بدها تصير الحفلة عندك. طيب وين رح تصير التلبيسة؟ التلبيسة بالحمام وبعدين بنجي لهون. طيب خلصيني أنا غيره، أنا رايح على السوق بدي اشتري بقية الأغراض. الله معك. طيب مرحبا حسني أفندي. مرحبا. نعم جبنا لك الكراسي وبسلم عليك أبو جميل، قال ما قدر يدبر لك ياهم كلياتهم موديل واحد، بعت لك ياهم مشكلين باعتبار عنا تمساية وصباحية وعرس وطهور وكلياتهم صدفوا بيوم واحد. بسيطة، الله يكتر الأفراح، خليهم يفوتوا هالكراسي، المهم نلاقي كراسي الناس يقعدوا عليها. على عيني. خلي يفوتوا الكراسي، أنا ماني فاضي استناهم، عندي شغل الدنيا برا. طيب يلا حبيبي يرضى عليك. على عيني. الله يعطيك العافية، مع السلامة. يا سيدي اليوم بدها تصير تلبيسة المعلم أبو صياح هون. صحيح، مبارك سلف. الله يبارك فيك، شرفنا اليوم عشية، كل الزباين وأهل الحارة معزومين. بنتشرف خاطرك. أهلين وسهلين، مع السلامة. مرحبا يا معلم. مين؟ غوار؟ آخ خير إن شاء الله، شايفك مربط يا. والله امبارح عملت درس لأبو صياح وحسني وعمون ما ينسوا بحياتهم. باين عليك والله، باين يا سيدي. أخي نعم. إذا ناوي تحلي. أيوة أنا بالضبطك راضي صراحة. ليش؟ بدي روح معزوم الليلة على التلبيسة. على كل أحوال أخي أبو فهمي أنا مالي جاي أحلي لك. أنا بس جاي لعندك جايب لك معي علبة مسكوت، هي طيبة مع راحة الحلقوم. شو هالحكي؟ مسك عني. يا عيني عليك، شو مزوق يا عيني. بدك بقى مشان هيك تساعدني مشان أحضر التلبيسة تبع المعلم أبو صياح. تحضر التلبيسة؟ خذ علبة مسكوت، هي ما دخلت أنا قد حلو راب صياح. خذ علبة مسكوتك وفرقني مشان الله. لك أخي أنت ساعدني بشغلة صغيرة بس، باعتبارك انت رجال فنان، ركب لي بس هيك شوارب مشان يتغير كسمي. عم تقول انا فنان؟ طبعا فنان، لو ما كنت فنان كان عندك صالون قد الدنيا. شو عرفك؟ ها والله لا عمل لك شوارب يوقف عليهم الصقر. على عيني قلت لي فنان بابا مو هيك؟ حط سيدي حط. أبو صياح. إيه أبو صياح. منو؟ فرسي. شو الحكي؟ يا رب تكون الفرحة فرحتين. يا أبو صغر، أبو صغر. إيه السكين تبع الزريعة، السكين الزريعة. أواب خلصيني. بس هذا الكرسي إجا مع كراسي الأسرة. إيه بعرف. ما بدك معاونة ابن العام؟ لا ممنون، أنت خليك بعيد شغلة ما بتخصك. وحيك لنشوف. خير. حاش بدي تخلصني يا رب. شايف أبو صغر؟ إيه لك أبو صغر فوري جد. خلص المسلسل هذا كله لأنه نحس غوار بعيد عنا. إيه والله. والله معك حق يا ابن العم. يا رب هيك لنشوف. إيم إيدك بعيد عنا يا رب.
وليش كل هاد حتى ما تلحقوا الرطوبة كمان لففتوا؟ الله يرحمها شو كانت حريصة. وليه لك ليك وبعدين ليك شو الظاهر شك على البنك يا حسني؟ أنا كنت ناوية أخبي هالمصاري بهالكرسي، لقيت جدك شافني وحمرت عينه عليهم، غيرت رأيي وخبيتهم بغير كرسي. أبو صياح! نعم. راح نكمل المسلسل.